Time to reset and transit to what God calls us to do at this time and the coming days ahead. He wants us to partner with him to الرب عايزنا نشترك معه أن نبني الجدران والحيطة اللي هدمها العدو زي ما داود كان عنده زي مفتاح داود اللي بيفتح ويغلق. الرب بيشتاق أنه يسمع صوت أولاده زي الأسد. الرب مش بس حمل لكن كمان أسد بيزمجر، ولما الأسد بيزمجر العدو بينهدم. ورب بيقول اصعد إلى هنا فأريك. رب بيقول انهض انهض. رب بينهض كل داود في كل عيلة، كل محب للرب في كل أمة. رب بيعد داود اللي يسحق العدو واللي يكون ملك في يسوع، ملك يعرف كيف يمتلك من أجل الرب. فلو ما قعدناش روحنا وما مشيناش مع الرب في الاصطفاف ده هتفقد الموسم ده، لأن احنا في موسم جديد وده وقت للامتلاك. الملك في الموقع وبيدعونا ان احنا نمشي معه. يا رب أصلي ان داود يطلع من كل أمة في الأرض ويمتلك ويزمجر ويزمجر. نصلي أن زمجرة تسمع في السماويات ويكون هناك امتلاك على الأرض من أجلك يا رب. الآن هو الوقت من أجل امتلاك الأمم لإلهنا. أمين.